أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا عرض لصوتي. من خلال هذا التسجيل يمكن لكم التعرف على جزء من الحلول الفنية والتقنية التي نقترحها عليكم، وبمثل هذه الجودة يمكن للتحول في صوتي من التحمس بشكل كبير، كمن يدعوكم للقفز من الطائرة ويصعد بأحاسيسكم إلى الأعلى، ثم أعود لأكون أكثر هدوءا عندما أقرأ خبرا عن قصة الحياة على الأرض. كل الكائنات الحية لها مكان في هذا الكون، لا شيء منها عبثي أو ضار، ويمكن أن أكون أكثر إثارة عندما أقرأ خبرا عن فيلم قادم. إنه عائد لينتقم. قتلت أمه وقتل أباه. كما يمكن لي أن أكون في صوت تسويقي لراديو أو تلفاز، كما استمعتم لي من العام 2015 على ميسك 106.9.